السلام عليكم، كيف سمر مساليكم؟ بخير مزيانين. كما كتشوفوا هنايا عندي اليد دخلتي قبل ما نبداو الفيديو، بغيتكم تديو معايا كاملين. مسكينه كانت تهرست من لهنا ودابا مي حيدت القبس، جات الشتوه وبقى كيدور راه يدق. وان شاء الله دابا قلت لها اجي نعمل لك واحد الماساج بما انها جات عندي، وان شاء الله نتمنوا انها ما يبقاش يحرقها. الله يرضي عليها بنتي. عملت هنا الماء سخون على حساب يدك يحرقها، خصنا نعدلوا الماء سخون ماشي الماء بارد. غنفزق له شويه باش نعدل له هذا ديال القماش مزيون بزاف، هذا ديال العسل اللوز. فيه الحبيبات كتبقى ملي كتعمل هكذا القماش كيصفي لك يدك. انا بغيت نغسل ليدي مزيان عاد نعمل لها الماساج. غادي نشف ليدي مزيان من هذا الكوماج هذا. وغادي نغسل دابا بهذا الجيل هذا ديال الوجع، كنت شريته من بير، كانوا جابوه في العروض ديال الجمعه. ودابا غادي نعمل لها المساج بهذا الكريم ديال الالوفيرا، واعره بزاف ديال الجسم كامل. هذه باش نمشي ليها الباقيله باش نشيل. هذه هي البلاصه اللي كتهرست منها مسكينه، قولوا لها الله يشافيك. امين. الله يشافيك اخالتي، عندي خالتي غزاله. نتمنىها لكل بنت والله العظيم. تعطي غزالة. نتمنى بحال كل ولد ان شاء الله. من بعد ما دلكت لها مزيان مزيان هاد البلاصه حيت عندها بحال اللي منفخه كتحرقها شويه، دابا غادي نشد لها يدها غير بهاد الخرقه هادي حتى نشري لها ان شاء الله هذيك الفخه اللي كتكون كتزير، حيت ضروري خصها يدها يتزير باش ما يبقاش يحرقها.
صافي بالشفاء ان شاء الله. عم قنعدل له هذه الطريقه تقريبا يوميا باش يدا دغيا ان شاء الله يرجع لك ما بصحتك اختي. الله يبارك. ودابا غادي نجيو نوجدو العشا. حسو انتي جالسه مسكينه كتقطع اجي كتقطع الفلفل مع البصل. سلام، كيف داير؟ لاباس عليكم؟ بخير شكرا. وانا دابا غادي ندوز نعمل البيشاميل وانتم معانا. بالنسبه للعشاء عملنا غير بيتزا حيت هي اسهل حاجه كتوجد بالزربه. بقينا مجمعين حتى نسينا الوقت ديال العشاء. بالنسبه ليا الطريقه ديالي في البيشاميل كنعمل الزبده مع الثوم مع جوج معالق صغارين ديال الطحين، كنزيد عليهم شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار. صافي غادي نبقى نحرك هادشي مع بعضو مزيان. غادي نزيدو عليها الحليب. وغادي نزيد له الطرف ديال الايدام باش كيجي معلك بحال اللي عملتو الجبن بزاف. صافي غنبقى نحركهم مزيان حتى يدوب معاهم. حسنتي الحدقه ها انتم على التقطع. شوفوا تقولوا حسنا وعدي زعما ها انتم على تقولوا حسنا ماشي حدقه. تبارك الله لا حسنتي الغزاله البقوصه. هذه هي نفس شحال العائله ديالنا صغيره. لستي زعما عرفتوا بقوصه فينا نبين لكم عن النص فيها. صافي دابا هي اللي غادي تكمل على البيتزا. انا عملت لها هنايا غير البيشاميل كما وريتكم الطريقه ديالي. هنايا عملت واحد فلفله مع البصله باش كتجي لاصوص ديالهم خاطره ومزيونه. هذه الطريقه تحسنتي حسونا بدات البيتزا ديالها. المهم دخلات هذه الفرن هي كحسنه باش قبضت فراسها شويه وزادت صوليس. ودابا كتعمل ديك الصوص اللي قلت لكم ها انتما كيفاش كتجي. ودابا حسنا تما فكنا البيشاميل ياك. بيتزا تحسنتي طابت انت ما كتجي مع الكف النف النف النا. تبارك الله عليك حسنه بصحه حادقه ما شاء الله عليها.
ودابا كنكون وصلنا لنهاية ديال الفيديو. ما تنساوش اذا عجبكم الفيديو تخليوا لي لايك وابوني، ومع السلامة الى الفيديو المقبل ان شاء الله.